احنا عندنا الحمد لله من ساعه ما مسكنا الجهاز بنعمل بطولات تنشيطيه. البطولات التنشيطيه دي بتخلينا نعرف مستوى الولاد وبنقف على مستوياتهم، عشان لما بنلعب بطولات رسميه اولا بيشيل الخوف والرهبه من عند الولاد، ثانيا بيبقى الولد متعود ان هو نزل بطولات فما بيتفاجئش باي حاجه. الحاجه بقى المهمه ان احنا الحمد لله عندنا تقليد من 6 سنين ان في لمسه وفاء في كل حاجه احنا عملناها. كان عندنا قبل كده تكريم الله يرحمه كابتن سيد صادق، والنهارده عندنا تكريم الله يرحمه كابتن طارق الصغير. الناس دي افنت حياتها في النادي الاهلي على حمام السباحه، واحنا لو ما افتكرناهمش يبقى احنا مش النادي الاهلي. النادي الاهلي بيفتكر على طول وولاده اللي ادوا كل بذلوا كل مجهود عشان خاطر رفعت اسم النادي الاهلي في مجال السباحه والعاب الماء. النهارده انا فخور ومبسوط جدا ان انا بعمل حاجه الله يرحمه طارق، يعني على المستوى الشخصي ده اخويا قبل ما يكون النائب بتاعي، وكان مسؤول عن اهلي مدينه نصر الغطس والبليه. انا مفتقده جدا، بس النهارده انا بحس ان هو معانا وموجود معانا، والولاد اللي موجودين دول لازم يبقوا عارفين ان انت تبذل مجهود وتعمل كل حاجه ربنا هيكرمك وهتبقى حاجه كبيره في النادي الاهلي، ويبقى في تكريم مش الميت بس ان شاء الله والحي، وهنعمل تكريم للناس اللي موجوده الفترات اللي جايه ان شاء الله. مش تمام، مبسوطه جدا وفخوره ان هو خلاني في المكان ده حتى هو مش موجود، وهو اصلا طول عمره كان مخليني فخور ان انا بنت طارق الصغير، بس الحمد لله يعني مبسوطه جدا ان انا هنا وان انا بتكرم باسمه لسه لحد دلوقتي حتى بعد هو مش موجود، لسه اسمه موجود ولسه الناس تتكلم عنه الحمد لله بكل خير. لا فكره حلوه قوي طبعا قوي، وبالذات ان احنا كاسرته احنا بنبقى مبسوطين ان احنا لسه حاسين ان احنا بابانا لسه بيتكرم ومجهوده اللي قبل كده ما راحش ولسه موجود الحمد لله. طبعا احنا بنشكر النادي الاهلي على البطوله الجميله دي، وانا طبعا فخور ان انا والدي كابتن طارق الصغير، ودي حاجه هفضل فخور بيها طول العمر. وبشكر النادي الاهلي طبعا على البطوله الجميله دي، وبالتوفيق لهم دايما ان شاء الله. طبعا وفخر طبعا لاي حد يعني يبقى مع كابتن عماني فاروق، كابتن وائل، كابتن وليد عامه، وطبعا ده بيديني فخر بوالدي جامد جدا الصراحه. كان نفسي يكون موجود معانا النهارده بس ربنا يرحمه يعني ان شاء الله.